للتعليق على الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري. مرحبا بك أستاذ نظير. حياك الله. وعبر سكايب من باريس السياسي العراقي الأستاذ أمير المفرجي. مرحبا بك أستاذ أمير. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بكم أستاذ نظير. أبدأ معك، كيف ترى تلبية المتظاهرين لدعوة اللجنة المنظمة للتظاهرات؟ والله أخي، يعني الذي يفاجئني بموضوع التظاهرات بأن هؤلاء الشباب ينظمون أنفسهم بشكل مثالي. حتى اليوم أن أحد الأصدقاء وصف لي مشاهداته حول يعني المتظاهرين في ساحة التحرير، قال يعني هم كأنهم خلية نحل، كل مجموعة من المتظاهرين يعني موزعين على مهمة ما ويقومون بها يعني أفضل صورة، وتجد أن المتظاهرين يعني في حماسة، في يعني عنفوان في هذا الموضوع التظاهرات. كذلك أنه الاستجابة هذه العملية من أناس من عندهم لموضوع التظاهرات، بحيث أن شرائح مجتمعية كثيرة قد التحقت في هذا التظاهر، مما يدلل على أن وحدة جديدة للمجتمع العراقي. كل يعني الأمور التي وضعوها لتمزيق هذا المجتمع ذهبت واستبدلوها بوحدة وطنية، وحدة يعني جمعت الصغير والكبير، جمعت الأطياف المجتمع العراقي، بل كلهم توق إلى المستقبل القادم، بل كلهم تفاؤل بأن هذه المرة سوف لن تعود الجماهير إلى بيوتها إلا وقد ضمنت مستقبل جديد لهذا العراق. فأنا أحيي كل هذه الروحية للشباب العراقي، أحيي كل هذا الفهم الجديد على يعني هذه الروحية وهذا التوحد الوطني، وأحيي وأرى أن مستقبل العراق سيكون واعدا إن شاء الله بهؤلاء الشباب. دكتور أمير، يعني على الرغم من وجود عنفوان كما وصف الأستاذ نظير للمتظاهرين، هناك محاولات لاختراق هذه التظاهرات لتشويه صورتها أمام الناس وأمام العلن. كيف تعلق على هذه الاختراقات؟ شيء طبيعي أن تكون هناك أو أن يكون هناك رد فعل من قبل الأحزاب الحاكمة التي يعني أصبحت تسيطر على المشهد السياسي في العراق، لأن استمرار هذه الانتفاضة العراقية ذات الطابع الهوي العراقي، الهوية العراقي البحت، هو يعني الخطر الذي سينزل على رقاب هذه الأحزاب وينهي وجودها في العراق. ولكن حبيت أن أعلق عن ما تكلم به الضيف الكريم، أنه هؤلاء الشباب هم وليدة حالة عراقية. صحيح أن هناك عنفوان شبابي قد جبع هؤلاء الشابات والشباب، ولكن هناك أشياء أخرى. أولا، هناك يعني الحالة العراقية التي يعيشها هؤلاء الشباب في بيوتهم. آبائهم هم يعرفون جيدا بما يحدث في العراق، ولكن قد لا يستطيعون يعني أن يخرجوا بهذه القوة. إذن هم يترجمون عن ما تتكلم به العائلة العراقية. شيء ثاني، آبائهم هم من حاربوا المد الإيراني قبل في الحرب الإيرانية. إذن هناك عدة يعني عوامل قد ساعدت على وجود هذه الحالة. هذه الانتفاضة هي انتفاضة عراقية تمثلها الروح العراقية التي وصلت إلى حد أنه لم تستطع أن تتحمل ما يحدث، لأن العراق فيه نوع من الكبرياء. ابقى معنا أستاذ أمير المفرجي. أستاذ نظير، يعني سبق وأن اتهم علي خامنئي المتظاهرين والتظاهرات في العراق بأنها مؤامرة لابد من وضع حد لها، وأيضا هناك اجتماع لسليماني مع القيادات الأمنية في العراق. خروج التظاهرات للميليشيات يعني مؤيدة تحت لافتات مؤيدة للمرجعية الدينية، ما أسبابها من وجهة نظرك؟ يعني أنا أوجه ندائي لهؤلاء الذين خرجوا ويرفعون صور السيستاني. بالمناسبة طبعا حتى السيستاني اعترض على رفع صورته في هذه ربما تسمى تظاهرة ميليشياوية. يعني أنا أقول لهم أن الأحداث تجاوزتكم،
ولم تعودوا يعني تكون يعني تشكلون رقم صعب في المستوى الاجتماعي بالنسبة للمجتمع العراقي. ربما أنتم رقم صعب بسلاحكم وقتلكم للجماهير، لكن أن تكونوا لكم دور في تغيير الرأي العام العراقي هذا أمر قد تجاوزكم فيه تجاوزت الأحداث. يعني لذلك يعني خروجهم يعني يذكرني بحادثة الجمل التي حدثت في التظاهرات في القاهرة في مصر، وكان يعني تصرف غبي جدا. وكذلك نفس الشيء حدث البارحة في ساحة التحرير، أن جاءت يعني طلاقا من بيت أبو مهدي المهندس كما يذكرون في وسائل التواصل بسياراتهم التي يعني سرقوها من أموال الشعب، ويرفعون صور مرجعيات ويقولون بأن هؤلاء غوغاء ونحن من نمثل الرأي العام العراقي. لكن سرعان ما تبخرت هذه يعني التظاهرات الميليشياوية ولم تجد لها صدى شعبي عند الناس، ويعني تبخرت كما هي محاولات الأخرى للنظام العراقي منذ بدء التظاهرات ولحد الآن. حاول النظام العراقي بشتى الأساليب يستخدمها لتفريق صفوف المتظاهرين وفشل فشلا ذريعا، ولربما نعتقد أنه سيستخدم وسائل أخرى نخشى أنها ستكون لا سلمية ولربما يفتك بهؤلاء الشباب. نعم أستاذ نظير يقول لربما يفتك بهؤلاء الشباب. اليوم يعني ضلوع القوات الحكومية أستاذ أمير والميليشيات في هذه الانتهاكات والتي وصلت إلى حد القتل العمد، هل تعتقدون أن هناك ربط بين هذا الأمر والاجتماع الذي حصل بين سليماني وقادة الميليشيات والقوات الأمنية في العراق؟ بالطبع نعم، أنا وكما سبقت تكلمت بهذا الموضوع في الحلقة السابقة أن هناك كانت هناك خلية يعني عمد على وجود خلية ترأسها قاسم سليماني بعد ساعات من بدء الانتفاضة العراقية. إذن المشكلة في هذه الانتفاضة أنها تعدت حدود المجتمع العراقي وأخذت تهدد إيران نفسها، لأن هذه الانتفاضة قد تصل إلى إيران، لأن النظام الإيراني هو ليس بالقوة في عقر داره. ولكن أحب أن أرجع إلى نقطة مهمة جدا وأرجو أن تعطوني المجال فيها. اليوم السيد أحمد الصافي قال، وأحب أن أقرأها حتى نفهم الموضوع زين، قال في خطبة الجمعة أنه لا ينبغي للسلطات أن تسمح لأي شخص أو أي جماعة أو أي كيان متحيز أو أي جهة إقليمية أو دولية بفرض وجهة نظره على الشعب العراقي. ويقول البعض بأنها إشارة إلى إيران، ولكن أنا في اعتقادي الشخصي أنه إيران هي موجودة في العراق. إذن عن أي جهة يتكلم؟ إيران هي التي تستطيع أن تعطي الضوء الأخضر لعمل هذه الأعمال. إذن السيد الصافي يتكلم عن أي جهة خارجية؟ إيران ليست جهة خارجية، لأنها هي التي سيطرت على السياسة في العراق، على الحكومة في العراق، وإذن هي موجودة يجب إخراجها. لقد كان من الأفضل من السيد الصافي أن يقول لإيران ولقاسم سليماني ليس لك الحق في أن تأتي للعراق وأن تأمر بقتل العراقيين وتسرق أموال وثروات العراق لنقلها إيران. هذه هي الحقيقة يجب أن نقولها للمشاهدين الكرام. نعم أستاذ نظير، مفوضية حقوق الإنسان في العراق طالبت بالتحقيق بالمواد المستخدمة بالقنابل المسيلة للدموع حيث أنها لا تخضع للمعايير الصحيحة. هناك اختناقات تسبب بها المتظاهرون، أو المتظاهرون أيضا اختنقوا من هذه القنابل التي اخترقت جماجمهم كما ظهرت في الصور في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني كيف تنظر إلى ما طرحته مفوضية حقوق الإنسان؟ نعم، قبل أن أجيبك على هذا الموضوع بالذات لا أريد أن أعرج على موضوع خطبة السيستاني. أنا أرى شيء آخر غير الذي رآه ضيفنا الكريم. السيستاني يحاول بخطبته عندما يقول بالنص، يقول لا يكون لأي طرف إقليمي ودولي أن يصادر إرادة العراقيين، وهو كلام حق يراد به باطل. لماذا؟ لأن الأمور وصلت الآن في العراق أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك ويتعاطف مع المجتمع العراقي ويتعاطف مع المتظاهرين العراقيين، وأدركوا النظام الحاكم ومن يدعمهم من المرجعيات. إحراج للمرجعيات. نعم نعم، يعني النظام العراقي
العراقي ومن يدعمهم المرجعيات يحسون الآن بالخطر، كون أن المجتمع الدولي إذا تحرك وبدأ يحاول أن يحمي هؤلاء المتظاهرين ويحاول أن ينفذ إرادة الشعب التي يريدها بإقامة نظام يعني يرضون عنه، هذا معناه إزالة لكل هذه الرموز الفاسدة وإزالة إلى كل من يدعمها من المرجعيات. ها هنا مكمن الخطورة، لذلك هو يعني بدلا أن يتعاطف مع المتظاهرين، بدلا من أن يدين العنف الذي تستخدمه الميليشيات والقوى الحكومية، هو يريد أن يقطع الطريق على المجتمع طيب. الدولي ولن يكون له هذا يعني ماذا عن لا يستطيع القنابل. نعم ماذا عن القنابل لكن بالنسبة لهذا يعني أنا يعني كلنا نرى التظاهرات يتم مكافحتها بموضوع الغاز مسيل للدموع، وجميعا نرى في مدن أوروبا ومدن العالم أن يعني قنابل يرموها بالجو وتصدر غاز يسيل الدموع، لكن هنا تصبح حالات اختناق بل وصلت إلى مرحلة الموت بسبب هذه الغازات. ليس فقط الغازات، هناك اختراق لجماجم المتظاهرين. نعم يعني لأنها هي أصلا يعني مصنوعة ليس وفق يعني مقاييس الصحيحة، يعني بصفقات فاسدة لربما هذا واحد من الأسباب لذلك تخترق، بل حتى ضربها يضرب على المتظاهر بشكل مباشر وكأنما يرميه بإطلاقه، يعني هذا التصرف كأنما يريد أن يقتل المتظاهر بشكل عمد ويقول إني لم أستخدم الرصاص الحي. بالكلام عن هذه النقطة أستاذ أمير، منظمة العفو الدولية قالت ما نصح أن الحكومة تستخدم قنابل خطرة يفوق وزنها 10 مرات وزن القنابل التي تصنع لاستخدامها في فك التظاهرات يعني لتخرج الغاز المسيل للدموع، وأنها تستخدم للقتل العمد. إصابات المتظاهرين مروعة بسبب هذه القنابل التي اخترقت جماجمهم وخرجت على الصور، هل هي أدوات لتفريق المتظاهرين أم أنها لقتلهم في العراق؟ رد منظمة العفو الدولي كان صريح وكان واضح جدا بأن هذه القنابل لها استعمال عسكري وليس مدني، تستعمل يعني لا أدري كيف تم تطويرها لأن في أن تصل إلى قنابل يعني للغاز، ولكنها في الحقيقة هي قنابل عسكرية تم تحويرها على ما يبدو إلى قنابل للغاز. الشيء الثاني، عندما تطلق القوات، قوات مكافحة بين قوسين الشغب في دول العالم، تطلقها بصورة عمودية وليس أفقية وليس مباشرة على وجوه المتظاهرين، ولكن هذا يدل على شيء، وهو أن الذي يطلق هذه القنابل له شيء من الحقد، يريد أن إذا سمحت لي أستاذ أمير، أنت قلت أنها قنابل تم تحويرها، هل يمتلك العراق القدرة على تحوير هكذا نوع من القنابل لتستخدم من الغرض العسكري لتفريق؟ يعني يجوز أنا لا أعرف، ولكن يجوز يجوز إيران ممكن يجوز نعم يجوز أن تأتي من قبل إيران مثلا، يعني إيران لها القدرة على، يعني لاحظنا أنها قامت بتصنيع المواد والمعدات العسكرية منذ مدة، إيران لها القدرة بأن تصنع هذه المعدات، يعني ليس هناك أي شركة. نعم أستاذ نظير، هل سنشهد من وجهة نظرك مزيدا من الخطط في الأيام المقبلة لإيقاف هذه أو محاولات إيقاف هذه التظاهرات السلمية؟ أنا كما قلت في لقاءات سابقة، النظام الحالي وميليشياته ينظر إلى التظاهرات الحالية بأنه تحدي وجودي، إما هؤلاء المتظاهرين ومن وراءهم من شعب عراقي، وإما نظامهم ومن وراءهم من ميليشيات ومرجعيات ودولة مارقة مثل إيران، لذلك هذه المحاولات تستمر وتستمر. اليوم في مسجد الكوفة، إمام مسجد الكوفة اللي هو اسمه ضياء الشبكي أو ما أعرف شو اسمه، يتحدث ويقول إنه ما حصل بالمتظاهرين بسبب أنهم لم يجعلوا الصدر يساندهم، وانتقد موضوع الهاشتاج اللي انتشر ويقول لا تركب الموجة، طبعا هذا الهاشتاج موجه بالضبط إلى الصدر، والآن يقول أن على التيار الصدري أن يستعد لأوامر المرجعية يعني يدخل التظاهرات ويقول قولته وباسم حماية التظاهرات. هذا محاولة جديدة، يعني هذا
هذه الأجندة التي جاء بها من إيران قبل يومين من إجا الصدر الآن يريد أن ينفذها. ينفذها كيف؟ بأن يجعل هناك فتنة ما بين المتظاهرين وما بين من البقية الباقية من أتباع الصدر ليسفك دماء هؤلاء المتظاهرين، وبالتالي يعني يكون المشهد بأنه مشهد فوضى ومشهد شغب، لذلك يجوز للنظام الحاكم أن يستعمل القوة ضدهم. هذه المحاولات تظل مستمرة، لكن أنا أوصي المتظاهرين أوصي الشباب أن لا يعمدوا على الاحتكاك مع التيار الصدري، وأن يتكلموا معهم يعني بمن فيهم من عقل، أن يتكلموا معهم بلغة المنطق ويدرأوا هذه الفتنة. هذه فتنة جديدة الآن يريدون أن يجعلوها ما بين المتظاهرين وما بين أنصار هذا ما يسمى بمقتدى الصدر. نعم أستاذ أمير، يعني المسعفون في ساحة التحرير أكدوا أنهم يستقبلون بشكل شبه يومي إصابات في منطقة الرأس منذ 25 من تشرين أول، وهذه الإصابات أظهرت عبر يعني وسائل التواصل الاجتماعي. هل يعني نحن أمام تصعيد أمني من قبل الحكومة وميليشياتها ضد المتظاهرين ابتداء من 25؟ شيء طبيعي، يعني هناك نوع من التحدي لهذه الحكومة لهذه الأحزاب. أنا في نظري أن من ما وراء هذه الأحداث هي إيران، وإيران سوف لن تسمح بتطور هذه الأحداث لتصل إلى عقل دارها. من هذا المنطق قد تقوم يعني بالله مستحيل بقتل العراقيين بعد أن سلبت ثرواتهم. إيران هي على المحك، وموقعها في العراق هو موقع حساس، وستحاول بكل الطرق وعلى حساب الدم العراقي من تثبيت موقعها في العراق، لأن خسارتها في العراق هي بدء انسحابها من المنطقة، وهذا ما لا ترجوه إيران. ولهذا قد أرسلت قاسم سليماني لي يعني وضع الخطة اللازمة للقضاء على المظاهرات وقتل المزيد من العراقيين حتى ولو كلفت يعني الآلاف في الشارع العراقي. لهذا يجب أن نكون متضامنين مع الشعب العراقي في هذه اللحظة، وخصوصا نقول للعالم المتمدن ساعدونا في إخراج إيران، لأن إيران هي أساس المشكلة في العراق. أستاذ نظير، أخيرا منظمة العفو الدولية قالت في تقرير لها أن قوات الأمن استخدمت قنابل عسكرية هجومية ضد المتظاهرين مثل ما تفضلتم قبل قليل. يعني إلى أي مدى ذلك يشكل يعني انتهاكا وجريمة في القانون الدولي، وما السبل لتفعيل الإجراءات التي تدين من قام بهذا الفعل؟ طبعا الجميع بالعالم يعرف أن هذه المنظمات لا تصدر تقريرا إلا بأدلة دامغة وإلا بشهود على الكلام الذي تتحدث به، ومثل هذه الشهادة تكون معتبرة عند المجتمع الدولي. لذلك أنا يعني أهيب بالدول الكبرى أن تأخذ التقارير مثل هكذا منظمة عالمية بالاهتمام الذي تستحقه وأن تعمل من أجله، وأهيب بكل المنظمات الأخرى الحقوقية والإنسانية أن تسلط الضوء بشكل أكبر عما يحدث في العراق، لأن يعني حقيقة نشهد إحنا يعني الآن حرب ضد الشعب العراقي. لذلك يعني هذه المنظمات هي باستطاعتها أن توصل صوت العراقيين، صوت المظلومين العراقيين إلى المجتمع الدولي، وتوصيله إلى المحاكم الدولية لكي لا يفلت المجرم بذنبه. يعني يجب أن هؤلاء أن يقدمون إلى المحاكمة، لأنهم يعني يقودون حرب ضد الشعب العراقي، يقودون حرب ضد الشباب العراقي، وإلا فهذا المسلسل سوف يستمر، ولربما تزداد أعداد الضحايا من قتلى وجرحى، ويعني ربما يكون الحال يعني حال مأساوي في المستقبل. نعم، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا سوى شكر ضيفينا داخل الاستوديو الرافدين. عبر سكايب من باريس كان معنا السياسي العراقي أمير المفرجي، شكرا جزيلا لك أستاذ أمير. شكرا لكم. شكرا. وداخل الاستوديو كان معنا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.